ماذا أقول في هذه اللحظات الأخيرة؟ ماذا نقول لك يا حسين؟ ماذا نقول لك ونحن الآن نغادر والمراكب تغادر؟ كلهم يغادرون. وحشة السيدة زينب، هذه المشاعر، لكن دعني أقول لك ما أشعر به أنا. إني أشكو لله وأشكو إليك أمة أنت استشهدت من أجلها يا حسين. أشكو إليك من ترك المظلوم ووقف مع الظالم. إني أشكو إليك ألماً لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى على فترات طويلة. هذا اليوم أمانة الله ورسوله. لو شخص يجي يقول أنا اليوم أخذ أمك وأبوك مجرد أخليك تعيش هاي اللحظات اليوم زيارة الإمام الحسين، والله العظيم عندي استعداد بكامل قواي العقلية أتنازل عن جميع أهلي وعن عشيرتي وكل ما أملك من أجل أبقى نخدم هذه الأيام مع الإمام الحسين ورحاب الإمام الحسين ورحاب صحبة الإمام الحسين والأولياء الذين يتعايشون مع زوار الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لكن هذا اليوم يوم محزن، يوم مؤلم. قررنا أنه ما نعزل اليوم 20 حتى نتلقى السيدة زينب، ما نعزل قبل لا توصل السيدة زينب. أكو موقف عزل يوم 19. شوف الخدام هسه اكثرهم ما متهين هذا الجو انهم تفليشه وفراغ الزوار. شوف الدمعه اللي عندهم الحسره على فراغ الزوار. ما اعرف، نسال الله يعودها، نسال الله القبول. هذه الليله احساسنا فيها احساس الشعور بالحزن مرتين، الحزن على مصاب ابي عبد الله والحزن على فراق الخدمه الجليله التي نحن بصددها الان. نعم، انها والله ليله حزن وليلة بكاء وليلة حزن وبكاء لما قدمنا، ويا ريت تدوم الزيارة بعد شهر وأكثر لكي نخدم أبا عبد الله الحسين ونخدم زوار أبي عبد الله الحسين. الله سبحانه وتعالى الوحيد الذي يعلم بالألم الذي تحمله ريم الوليد. لعلني أراه بعيوني لا يرى بها الكثير من أمة الإسلام، لعلي أرى بعيون أدركت حقيقة لأجلها أنت انتفضت. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى كما تتمنى كل هذه القلوب التي تغادر اليوم وكلها شوق للعودة في الأربعين المقبلة، أن يكون لي الحظ أن أكون في كل 40، عسى أن أحيي هذا الحدث العظيم. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون كل الكلمات وكل الحروف التي نبعت من قلبي نبراساً في قلوب الذين يبحثون عن الحقيقة. السيدة الزهراء عليه السلام عندما رأت قصة الأكفان، كفن لرسول الله وكفن لخديجة وكفن لأمير المؤمنين وكفن لفاطمة وكفن للحسن، قالت أين كفن ولد الحسين؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سرد لها قصة الأكفان وقصة الإمام الحسين. قالت إذا قتل الحسين وأهل بيته وأصحابه في كربلاء المقدسة، من الذي يبكي على الحسين؟ قال إن الله عز وجل سوف يخلق له شيعة ومحبين يبكون عليه وينصبون له العزاء إلى يوم القيامة. وهذا الطريق الموحش هو طريق السبايا، وما نحن إلا خدم للزوار، والزوار هم حالياً كأنما هم يسيرون في هذا الطريق الموحش. والسيدة زينب مرت بهذه الليالي العصيبة، هذه الليالي التي أثقلت كاهل نساء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، والتي أصابتهم بالذعر والجوع والخوف والعطش من أعداء الله بني أمية اللعناء، وما نحن إلا تجسيداً لهذه المصيبة التي حلت بأهل البيت. اليوم يعني إحنا من الظهر هسه صار علينا الليل ولسه ما كملنا الموكب، واهس ماكو، فراغ الزوار صعب، شوف الشارع فراغ. اليوم ليلة الوحشة، ليلة الظلمة، نرى المواكب الحسينية قد غادرت إلى أهاليها من محافظات العراق جميعاً ومن خارج العراق. الإمام الحسين للإنسانية كافة، الإمام الحسين استشهد لأجلنا، الإمام الحسين لا ينتمي لمذهب محدد وإنما استشهد للإنسانية كافة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى حقيقة أن تدركوا هذه الحقيقة وأن تبحثوا عنها. سمعتموها من الكثير من الذين زاروا الإمام الحسين، ونحن نراهم اليوم كلهم يغادرون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل كل من أدى في
في هذه المواكب وكل من أعطى وآثر، وذهب اليوم في قلبه حزن كبير لفراق المحبوب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا لقاءات أكثر، وأن تكون كل سنة سنة تعداد للقلوب لكي تسير إلى الله سبحانه وتعالى من البوابة الحق، بوابة الإمام الحسين سلام الله عليه. والذنوب هواي كفتها تجيلة، احنا يا حسين ما عدنا وسيلة. والذنوب هواي كفتها تجيلة، وغدا يبدو لنا سدا منيعا. هذه آراؤنا فيه جميعاً.